صارت المندوبية العامة كموضوع لهذه الدورة ظاهرة العود، اعتبارا لما تكتسيه هذه الظاهرة من صبغة مجتمعية تستدعي تضافر جهود جميع فعاليات المجتمع للحد منها. كما أن إثارة النقاش حول هذه الظاهرة يأتي في سياق متصل بتزايد اهتمام المندوبية العامة بمجموعة من الظواهر ذات الصلة بتنفيذ العقوبة السالبية للحرية في مفهومها الجديد والذي يرم التأهيل والتقويم. ومن ثم فإن اختيار هذا الموضوع عملة ضرورة التمييز بين ما هو انطباع ذاتي وما هو واقع موضوعي، بغية نحو الصورة النمطية السائدة في بعض الأوساط، خصوصا وأن فترة الاعتقال والتجربة المرتبطة بها ما هما إلا حلقة صغيرة ضمن سلسلة معقدة ومتشعبة تتداخل فيها الأبعاد التربوية والنفسية في ارتباطها بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي. المندوبية العامة منذ اطلاق هذا البرنامج على اختيار مواضيع ذات أبعاد اجتماعية وقانونية وإنسانية وثقافية وحقوقية تستأثر باهتمام النزلاء وتشكل مادة غنية للتفاعل مع الأساتذة المحاضرين والخبراء المغاربة عليهم. فإن الجواب على سؤال العود إن كانت له خصوصياته فإنه يبقى جزءاً لا يتجزأ من موضوع الجريمة عموماً، خاصة وأن أغلب حالات الجريمة يرتكبها أصحاب سوابق. ما الذي يجعل الشخص الذي سبق مثوله أمام المحاكم ودخل السجن أو على الأقل تلقى إنذاراً بشأنه على شكل الحبس الموقوف، ما الذي يجعله يعود لارتكاب الجرائم التي تعرضه للوقوف من جديد أمام المحاكم في السجن؟ ما الذي يجعل أحكام القضاء لا تردع البعض، سواء كانت عقوبة سجنية أو عقوبة حبسية أو عقوبة بالغرامة المالية؟ ما الذي يجعل قضاء شهور وأحيانا سنوات بالسجون في ظروف لها ما لها وعليها ما عليها لا تقتلع الجريمة من سلوك البعض فيعود إلى ارتكابها مرة وأحيانا مرات؟ المغرب كغيره من الدول يعاني من ظاهرة العود إلى الجريمة في ظل عجز السياسة الجنائية في شقيها العقابي والوقائي على إيجاد حلول وأجوبة لمعالجة أمثل. أولاً، رغم ما يشهده موضوع العود إلى الجريمة بالمغرب من مناقشات، فإن الحديث عن هذه الظاهرة ظل يتسم بالطابع الأكاديمي والنظري البعيد عن الضبط والدقة والواقعية لغياب معطيات إحصائية دقيقة بهذا الخصوص. إلا أن مظاهر المعضلة ما زالت مستمرة والمتمثلة في تزايد نسبة الإجرام وتنوعه وارتفاع حالات العود في صفوف مختلف الفئات العمرية والأصناف الإجرامية، مع ما يترتب عنهما من اكتضاد ومن آفات ومشاكل متعددة ذات أبعاد مختلفة، تلزمنا جميعا باتخاذ مبادرات مواطنة مسؤولة لمواجهتها. لكن تبقى السلطة القضائية من موقع التزاماتها الدستورية والقانونية مدركة لأهمية إيجاد التوازن بين الحقوق والمصالح المختلفة بشكل يضمن حقوق المتهم والضحية. المنجز دولياً على أن هذه الإشكاليات تؤثر سلباً على ظاهرة الاكتضاد بالمؤسسات السجنية وتضرب في نجاعة برامج إعادة الإدماج بها. وفي هذه الصدد نذكر بضرورة إعمال العقوبات البديلة عوض العقوبات السجنية.